خلال تواجدك في الفترة ديت في مصر ومتابعتك للدوري المصري، رأيك ايه في افكار المدربين المختلفة في الدوري وتقييمك للدوري وفرقه؟ في حاجة كمان ساهمت في الموقف اللي كان حصل، ان انا كان في جماهير في الاستاد. انا كنت قلت ان انا كنت حابب اكمل، كان في موقف حصلت ان مثلا الجماهير ما كانتش موجودين في الاستادات. الناس كانت عارفة كمان الموقف اللي حصل مع الأتوبيس بتاعنا، وهجم على الأتوبيس ونقلوا بعد كده ان احنا هنروح. بيتكلم عن مباراة سموحة اللي اتغلب فيها النادي الأهلي 3-0، اتأخرت المباراة ساعتين. شايف ان ده كان موقف حصل واتأثر معايا، موقف كان ليه تقل في قراري ان انا امشي. وانا شايف ان الرأي اللي كان عندي ان في شهرين في ثلاثة الناس كان ممكن ترجع للجماهير، وده ما حصلش، وده كان اثر في قراراتي كمان. اللعيبة عندها إرادة كبيرة في اللعب وعندهم إرادة قوية. المدربين بيعملوا دايما اللعيبة عايزاه، وأنا كنت حابب جدا أمرن الفريق، وإن هم كانوا دايما عارف إن هم بيحبوا تمريني وبيتعاملوا معايا. بالنسبة للمدربين المصريين، في مدربين كسبوا بطولات أفريقيا مع النادي الأهلي ومدربين عندهم إمكانيات عالية، في مدربين عندهم امكانيات في كل العالم، لكن بطرق مختلفة لرؤية التمرين ولرؤية اللعب، واساليب مختلفة في التمرين واساليب مختلفة في اللعب. ده مش معناه ان احسن او اوحش. كل حتة في العالم في مدربين كويسين، في البرتغال في مدربين مدارس ليهم، وعندنا فخر كبير بيها. وده مش معناه ان ده بيحدد ان في مدربين احسن من التانيين، لا، في كل حته كمان في مصر في مدربين كويسين.